أيها الإخوة المواطنون الأحرار، إن هذا العصر هو عصر الحضارة والتقدم والازدهار. في ليلة 11 من أكتوبر من العام 1977 شهدت صنعاء فاجعة الغروب باغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي. كان ذلك الغروب الحزين في إحدى الضواحي الغربية للعاصمة صنعاء بعد وجبة الغداء الأخيرة. على مائدة الغدر التي شكلت صدمة للأعراف اليمنية التاريخية إذا ما تعلق الأمر بقتل الضيوف في منزل المضيف. خطة غدر ممنهجة توسعت إلى اغتيال القيادات العسكرية للدولة التي كان يعتمد عليها الرئيس الشهيد، من عبد الله الحمدي قائد لواء العمالقة إلى علي قناف زهرة إلى الشمس وغيرهم. تم استدراجهم واغتيالهم قبل اغتيال الرئيس ضمن مسلسل الغدر بالمشروع التصحيحي للجمهورية الذي استمر من بعد الاغتيال لإفراغ مؤسسات الدولة من مضمونها الجمهوري والمؤسسي. ومعنى هذا أننا لم نضع خطتنا الخمسية لكي نقول لغيرنا تفضلوا فعطونا. كان الحمدي يتحدث بلغة العلم والسياسة بسحر الكلمة بفيض الروح اليمنية وتدفق الرؤية والمشروع كرئيس يفهم الشعب والأرض والإنسان. هذه الكلمات تعكس ثنائية العلم والعمل في المشروع التصحيحي لإبراهيم، كما كان يحب اليمنيون مناداته بهذا الاسم دون امتيازات وألقاب مسبقة، وهو الذي أسس لمفردة الأخ كأساس للنداء بين اليمنيين دونما مفردة أخرى تأتي على حساب المواطنة. لا ينسى الحمدي من ذكرى أحد ولا استطاعت آلة المحو الممنهجة في التعليم والإعلام محو الحمدي من ذاكرة اليمنيين ووجدانهم، فكلما ذكر اسم إبراهيم فاضت عيونهم وأنفاسهم بآهات لها علاقة بالعبرة والحنين. حنين اليمنيين لم يكن لشخص الحمدي كفرد، لكنه الحنين إلى الذات اليمنية الجمهورية التقدمية التي حضرت بحضور إبراهيم وغابت بعد غيابه. البدايات الأولى للرئيس الشهيد كانت في اللحظات الأولى لميلاد الجمهورية، حينما أصبح في عهد الرئيس السلال قائدا للقوات الصاعقة ثم مسؤولا عن المقاطعات الغربية والشرقية والوسطى. تحل علينا الذكرى 39 لغيابه كجسد وخلود، كروح في ظل تنامي الشعور الجمهوري بأهمية إحياء الرمزيات الوطنية المغيبة من التاريخ الرسمي. 39 عاما مرت على رحيله، ولا يزال اليمنيون يقاومون أعداء الذات اليمنية الجمهورية على ذات الحلم وعلى ذات الخطى وعلى ذات الطريق التي سار فيها الحمدي وسالمين.